ما هلا نور رح نروح لفقرتنا النفسية والاجتماعية. بالعموم في كتير أشخاص ممكن يلاقوا حالهم عم ينجذبوا لشخص لمجرد لأنه شخصيته قوية، أو بيحسوا أنه هو قادر يفرض نفسه على الآخرين ويعطي مثل ما بيقولوا هيك وهرة وهيبة. يمكن كتير بنشوف هاي الأشخاص بنقول هذا الشخص ملفت، شخصيته قوية، حضوره طاغي، أنا ممكن صير مثله أو بتمنى صير مثله. صادفتي هاي الشخصيات؟ أكيد، يمكن بنصادفها بشكل مستمر بحياتنا، وفي شخصيات بتعلم بمسيرتك أو بحياتك. ويمكن أكثر الأمهات اللي عم يتابعونا اليوم بتقلك أنا بحب ابني يطلع شخصيته قوية ويكون له حضور. يكون له حضور. كيف فيني اليوم خلي الشخصية تكون قوية؟ هل هي تولد مع الإنسان أم هي اكتساب من المحيط والبيئة والمجتمع؟ كيف فينا نسعى لنكون أصحاب شخصيات قوية؟ أو الأم كيف هي فعلا ضمن التربية وضمن البيئة والمحيط؟ والعامل الاجتماعي أكيد بيلعب دور كتير كبير. نحن نحكي عن هيدا الموضوع مع الدكتورة رولا صيداوي، دكتورة تعلم نفسي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. خلينا نبلش ونحكي بالبداية عن الشخصية القوية. يمكن الناس بتسمع أو أي حدا بتشوف له حضور بتقول هاد شخصيته قوية، علما أنه بنعرف في شخصيات كتير، وفي حتى بالسلوك بين الشخصية القوية بين المتسلط بين كتير من الأنواع. لهيك خلينا نعرفها، شو هي الشخصية القوية وشو سماتها؟ بداية نحن بنقول الشخصية القوية هي بتكون نتيجة التربية مع الوراثة. سماتها هي التوازن، التربية المتوازنة الصحيحة، ما في قسوة، ما بيكون في ضغوط. يعني أنا لما بدي أعمل من ابني، هلا ذكرت كلمة جوهرية إنه شخصيته، بحب ابني يكون شخصيته قيادية قوية، مو بالإكراه، مو بالجبر، انه لازم تكون مثل رفيقك. دوما المقارنه هدامي. فانا صحيح. بدي اسس من الصغر. يعني انا ما فيني صار ابني عمره 18 سنه الا بده يصير شخصيته قويه، انا وبشكل سريع انا بكون عم دمر له. لا، بالتدريج. فسمات الشخصيه القويه هي التوازن، هي التصالح مع النفس، هي المحبه، هي الابتسامه الطيبه، هي التعامل مع الاخرين. وقلت نقطة كتير مهمة دكتورة بالبداية، فينا نقول التربية والمحيط والعامل الاجتماعي بيلعب دور كتير كبير، والوراثة. نعم. يعني لما نقول الشخصية القوية هي جزء منها وراثة وجزء منها تربية، كيف؟ نعم. يعني بتقلك مثلا انه يعني ممكن الوراثة تلعب دور، هي اكتساب مهارات وقدرات. نعم. تربية اجتماعية، كيف الأهل ممكن أنا أدعم هيدا الطفل يكون عنده شخصية قوية؟ هلأ هي الوراثة النسبة ما حتكون النسبة الأكبر، النسبة الأقل. دوما نحن بنقول التربية بتعمل نسبة 70% أو 75%. نحن بنقول وراثة مثل أبوه. لا هي دوما إذا كان عنيد بقول مثل أبوه أو عصبي. صحيح. لا، لكن الوراثة وين بتلعب دور؟ يعني أنا بقول لك الأم الحامل، الأم الحامل مثلا لما بتكون دوما معصبية ومضغوطة ودوما، فهذا بيأثر على الجنين، بيأثر على صحة الجنين. هون بيجي جزء منه دوما، بتلاقي يعني النمو بده يكون مكتمل، فهون جزء من الوراثة. طبعا الأمراض الصعبة وأمراض الدم هي أكيد وراثة 100%. فالتربية أكثر من 70-75% بتلعب دور كبير طبعا. فهون بالنسبة للوراثة وبين التربية، لكن هو أكيد مكتسب. إيه مكتسب. والعادات العادات والطباع مكتسبة. إيه مكتسبة أكيد. يمكن دكتورة يعني بنشوف هلأ حتى الآن الاتجاه العالمي نحو تغيير سلوك الإنسان هو اتجاه كتير كبير، ونعمل دراسات وما زال حتى الآن. صح أنه 6 سنين الأولى هي الأساس بتشكيل حياتنا، ولكن مع الوقت في كتير أشخاص بيتعرض لموقف بيقول لك أنا ما عرفت حالي كيف طلعت قوي، ما عرفت حالي. الخبرة، التراكم، المواقف، التربية، المحيط، هذا كله قد بيلعب دور بتشكيل شخصية الإنسان. وهون خلينا نحكي أكثر عن إيمت وكيف فينا نتدخل بأمور معينة ونعملها صح لحتى نقدر نقوي شخصية أبنائنا. في نقطة جوهرية انه ما نحن نضغط على اولادنا. يعني مثال انه دوما بنلاحظ الاطفال بدايه المرحله الدراسيه بيكون متعلق كثير بامه، بتعرفه بيروح للمدرسه، فهو بحس انه هذا يعني امر كثير صعب، والام يعني خصوصي الابن الكبير فقدان الامان تماما. فهي بتصير مثلا تضغط عليه فكره قوي له شخصيته. هلا هي احيانا في بعض الامهات بتتصرف فعلا بحكمه، بعض المدرسات بحكمه، لكن بعض من خوف عليه فهي انه بتضعف له شخصيته اكثر. يعني هذا
هذا الخوف الزائد، إذا حدا ضربك خبرني فورا حتى روح اشتكي. طيب هو مثلا ممكن هو قادر وقوي، والطفل على فكرة كتير ذكي، والسنوات الأولى بتأسس فعلا شخصية، وهو الطفل بطبيعته تركيه بالفترة السليمة والتربية، يعني لسه عمره سنتين بتشعر إن هو فعلا هذا بده يطلع قيادي، أو هو فعلا يعني تركيه على طبيعته هو قيادي، هو ذكي، هو مرن. يعني هون بتشوف الاطفال تمام. يعني الاطفال مثلا بتلاقيه بالبيت قيادي قوي بيشتغل، بتلاقيه عمره سنتين بده يفرض رايه، بتلاقيه مثلا سنتين. اول سنتين، بعد السنتين مثلا عم يروح على الروضه، اما سلب او ايجاب ضمن عائلته، يعني بيروح على الروضه بتقول لك المسعى يعني ما بيحكي شيء وقاعد ما عم يعمل شيء، فبتلاقي شخصيه مختلفه اخرى للطفل. هون كيف فيها الام تلعب على تقويه شخصيه طفله؟ يعني لما يكون ابنه قيادي وقوي بالمنزل لكن بيخجل مثلا من المحيط، تلاقي بيستحي إذا في حدا من بعيد ما بده يقرب، مع أنه هو شخصية فينا نقول قوية ضمن المنزل. هلأ لا تنسي في نقطة مهمة، إنه هو طلع لعالم جديد. يعني هلأ كمان الطفل لما بيكون بالبيت شخصية بده يفرغ طاقة، يعني ما هو عنده طاقة بده يفرغ يا بالمدرسة يا بالبيت أو بالعكس. بتقولي بالمدرسة بتجي بشكوى أنه مشاغب كذا بينط على المقاعد، يعني دوما نسمع خصوص الصبيان، بتجي الأم تقول له ابني مو هيك أبدا، فهي بتتفاجأ. هي المدرسة صادقة والأم صادقة، بس هي بتتفاجأ هو عنده طاقة بده يفرغها. إذا ما في لا حديقة ولا في نوادي، وين بده يفرغها؟ يا بالبيت يا بالمدرسة. فهون نحن بدنا نتحكم بهذا الأمر، إنه أنا بالبيت ابني مو كل ما ينط ويلعب لا أعود لا كذا لا بتخرب لا بتكسر، ما هو بده يفرغ طاقة، فما عنده خيار، أحسن ما بالمدرسة وما يعود ينتبه، لأنه بده يفرغها بالمدرسة ما عاد ينتبه للمعلومات اللي بده ياخذها، وقد يأذي أصدقائه ويصير في شيء من العدوانية، فأنا خليه بعزز له إياها. بيتي ما بيسمح صغير مثلا باخذه نادي حديقة، ما شاء الله الحدائق متوافرة ومجانا، صحيح. خليه يفرغ طاقة، يلعب رياضة شو ما كان، يعني هذا شيء ما هو مكلف، حتى ما نقول فعلا لأنه كلفة، لا مو مكلف، فهذا ضروري يفرغ هاي الطاقة، فهون الأم بدها تتحكم. أكيد. كمان دكتورة يعني كتير أوقات بنلمح في بعض الأطفال، وهي العادة بتنشأ عندهم هنا وصغار وبتكمل معهم على كبار، إنه مثلا بيعيط بيخانق بيستخدم ألفاظ معينة، فبتقول إن معلش اتركوا عم نقوي شخصيته. طيب هذا الشيء صح؟ أنا اليوم لا أترك الطفل يستخدم أساليب هي ممكن يكون مو صحيحة وتكبر بعدين تأثر بشخصيته سلبا بدل إيجابا؟ هلا أكيد لما بدي عيط الطفل كذا بدي يكون فيه سبب، نحن نعالج السبب، مو صحيح أنه أتركه يقوي شخصيته، لا، لأنه عمره ما كان تنفيذ الطلب بالصراخ، لا أبدا. فقولا واحدا الام هون لا بدها تتعالج شو السبب ليش وصل لهالمرحله، في حدا عم يضايقه بالبيت بالمدرسه من الجيران من الرفقه، هذا امر ضروري. طيب خلينا نحكي عن المعتقدات يمكن والعادات والتقاليد. الدكتوره لما نقول انا بدي ربي طفل يكون عنده شخصيه قويه، ويمكن كل الامهات تطمح انه طفله تفضلي يكون صاحب شخصيه قويه، وبنفس الوقت بيقول لك لا ما بيصير يعطي رأيه، الولد المؤدب يقعد عائل ما بيحكي بيسمع الكلام بدون ما يناقش، في تناقض بالأفكار خصوصا عند الأهل. كيف فينا لا نفصل أنه الطفل المؤدب والمهذب والمربى يختلف، لا في يكون مهذب ومربى وصاحب شخصية قوية وإله رأي أعزز له إياه. يعني أحيانا بتشوفي الأهالي إذا الولد أعطى رأيه بيتمسخر عليه أو بيستهزئ فيه قدام الآخرين، يعني هذا بيكون فعلا جارح تدمير. وخاطل لنفسية الطفل. تمام. العادات والتقاليد هي فعلا حاكمتنا، يعني سابقا كان الولد إذا حرك حركة عادات وتقاليد ممنوع لا تحرك، ده يكون ابن مثال وخصوصي أول ولد. يعني وبتعرفي كان سابقا مع الجد والست لازم يكون ولا يحرك ولا لا لا كله بيعطيك خبرته، يعني كله بتشارك بتربيته، بس لا هلأ الوقت الظرف كله تغير، يعني صار في مرونة بالتعامل، صار في انفتاح أكثر، فكان ممنوع يعني أي حركة أي تصرف أي كل شيء ممنوع، بده ينام بكير ممنوع يسهر حتى يوم ثاني يوم عطلة، يعني كل شيء ممنوع، فهذا كان عم يعمل له يعني تدمير، وتلاقي فعلا ما له هالشخصية القيادية. لكن في عنا نقطة نحن كتير مهمة، إنه لا أنا بدي نمي له هاي الشخصية، بدي ساعد ابني، بدي حاوره، ما بدي أضغط عليه، ما بدي يكون عصبية عليه، ما بدي أفرض عليه شيء هو ما بده إياه، يعني ممكن أنا على مستوى طعام ما بده إياه لا إجباري لا مو بدي أسأله، وما بدي أستهزئ فيه لأن هي مدمرة لشخصية الطفل.
واصعب شيء الامهات تحكي على مشكله معينه عم يواجهها الطفل امام الناس امام مو شرط الناس ممكن لو والدتها ما بيصير ما هو بالاول والاخير هذا سر لازم انا حافظ عليه هاي النقاط كلها بتلعب دور وانا ابني لازم حاوره واساله برايه بكل شيء بالبيت مثله مثل الكبير كثير ضروري لانه فعلا اولادنا امانه عنه يعني انا هذا عم اسس اعظم عمل بالحياه هو تربيه الطفل صحيح يعني اعظم عمل لانه هو انت عم تنشئي انسان كامل للمجتمع اكيد فهذا امر مو سهل فكثير لازم نعتني بهالناحيه يمكن مثل ما قلتي الاطفال امانه بايدينا ويجب فعلا اعطائهم كافه الجهد واستثمار يمكن بالطريقه الصح لمفهوم التربيه اليوم نشكرك دكتوره رولا صيداوي على وجودك معنا شكرا اهلا وسهلا شكرا لكم اهلا وسهلا شكرا لك دكتوره ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها لليوم شكرا لك